ركزنا خاصة في تدخلاتنا على مشاركة الحركة الجمعوية في إعداد هذه المخططات. البحث عن تكييف لدور البلدية في إطار التحولات الاقتصادية التي فرضها الوضع الاقتصادي الراهن من تدني لأسعار النفط، من خلال هذا اليوم الدراسي كنا نحاول في رحلة البحث والترقيم في القوانين التي تساعد على تحول أو الانتقال من البلدية كإطار كهيكل إداري مجرد بحث إلى مؤسسة منتجة للثروة.